أهلا بكم وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا تتعامل حكومات المنطقة الخضراء بازدواجية مع التظاهرات في العراق، حيث قمعت التظاهرات يعني المسلحة وغير المسلحة التي انطلقت في النجف والبصرة إبانة رأس نور المالكي، كما جوبهت التظاهرات السلمية أيضا في الحويجة والمناطق الغربية بالحديد والنار، وقامت بتصفية المتظاهرين وقتلهم وملاحقتهم، ليس آخرها ربما ما جرى في من تدمير كامل وشامل للمدن في صلاح الدين والموصل بالقصف الجوي والمدفعي التي كانت شرارتها احتجاجات ضد الممارسات الحكومية وانتهاكات حقوق الإنسان العراقي، فاتسعت أو ربما أريد لها أن تتسع. من ناحية أخرى، يلوح حيدر العبادي من بغداد بالتدخل لحماية المحتجين في كردستان، وأن حق الأكراد لهم الحق في التعبير عن ما يريدون وعن مطالبهم المشروعة، ولكن أليس من حق العراقيين ككل من كافة المكونات أن يطالبوا بالعيش الكريم وبالكرامة؟ لماذا تتعامل حكومات المنطقة الخضراء بهذه الازدواجية مع التظاهرات؟ هل هناك جهات إقليمية ودولية مستفيدة من التوجهات الحكومية هذه؟ سنضع تحت الضوء هذا السؤال مشاهدينا الكرام، أسباب تعامل حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة بازدواجية مع التظاهرات في العراق ولماذا؟ وأرحب بضيفي في الاستوديو السيد شاهو قرداغي، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ شاهو. سينضم إلينا لاحقا أيضا الدكتور لقاء مكي، الأكاديمي والإعلامي العراقي من الدوحة، وأيضا الدكتور أحمد كسار، الباحث العراقي. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نضع تحت الضوء في هذه الحلقة، لماذا تتعامل حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن بازدواجية مع تظاهرات العراقيين؟ أرحب بضيفي مرة أخرى أستاذ شاهو قرداغي، الباحث العراقي. أستاذ شاهو، يعني حرية التعبير عن الرأي هو حق كفله أو كفلته كل دساتير العالم، ولكن يعني أليس من حق الشعوب أن تعبر عن رأيها ومطالبها؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. بلا شك أن حق التعبير عن الرأي وحق المعارضة وحق الانتقاد حق طبيعي، يجب أن يتكفله القانون، ويجب أن على الحكومات أن تضمن هذا الحق لكافة المواطنين من كافة المكونات دون التمييز بين طائفة وطائفة أخرى، وبالتالي هكذا سيكون هناك حوكمة عادلة من قبل الحكومة، وتستطيع أن تسود العدل في هذه الدولة ويسود الديمقراطية وحرية التعبير والرأي. ولكن للأسف في العراق الوضع مختلف تماما. في العراق نرى أن لا يوجد مشاركة حقيقية للمواطن في إدارة الدولة أو في رسم السياسات أو في تحديد مصير الدولة، ورغم ذلك يتم مواجهة أي احتجاجات أو مظاهرات أو اعتصامات تخرج عن السيطرة أو تطالب بالتغيير وبالإصلاح. هذه السلطة التي تأسست منذ 2003 لم تنجح في ترسيخ مبادئ الديمقراطية في العراق. نحن رأينا أن هذه المجموعة التي حكمت أو الطائفة السياسية التي حكمت منذ 2003 رفعت شعارات أبرزها هي الديمقراطية وضمان حرية الرأي وإنهاء الاستبداد الذي كان موجود في السابق. رأينا اليوم أن ما تم تحقيقه هو التخلص من النظام السابق وجلب العديد من المستبدين والديكتاتوريين حتى أصبح انتقاد مسؤول يعرض حياة المواطن للخطر، وبالتالي فشل الحكومة في ضمان هذه الحق هو حق المطالبة بالتغيير وحق المطالبة بالإصلاح، رغم أن الحكومات المحترمة هي التي تحترم شعوبها، هي التي تحترم آراء الشعوب، هي التي تستفيد من الانتقادات الموجهة إليها بالإعلان عن برامج إصلاحية، تستفيد من هذه الآراء، تشارك المواطن في التغيير. ولكن الحكومة العراقية طوال هذه السنوات كافة فشلت في تحقيق هذا الهدف بحجة وجود الإرهاب، بحجة الفوضى، بحجة العنف، بحجة تأسيس الدولة، وإلى الآن لم يستطيعوا أن يضمنوا هذه الدولة المستقرة العادلة، ولم يضمنوا التخلص من الإرهاب. طيب، سأعود إليك مرة أخرى أستاذ شاهو قرداغي. أرحب بالدكتور لقاء مكي، الأكاديمي والإعلامي العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من الدوحة. دكتور لقاء مكي، مرحبا بكم.
اهلا وسهلا اخي رواح. دكتور لقاء، يعني شعارات الديمقراطية التي احتلت أمريكا العراق تحت لافتاتها، هل ترى أن حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة قد حققت هذه الديمقراطية؟ هو الحقيقة من البداية كان هناك قدر واسع من التضليل بالنسبة لطريقة غزو العراق، وحتى طرح مفهوم الديمقراطية اللي كان بديل سريع وجاهز لعدم اكتشاف او بعد الفشل في اكتشاف اسلحه الدمار الشامل للعثور عليها، وتاكد الولايات المتحده والمجتمع الدولي من كذب امريكا، وبالتالي اخترعوا قصه الديمقراطيه كبديل لالهاء الناس وتبرير غزو العراق. طبعا الديمقراطيه ليست قرار لا امريكي ولا سواء، الديمقراطيه بناء شامل حضاري، وهذا لم يتحقق في العراق. بالتالي الديمقراطية المستخدمة هي ديمقراطية الشكل فقط، أي إجراء انتخابات، وديمقراطية الانتخابات لا يمكن أن تعود أو لها أي ارتباط بالديمقراطية الحقيقية. المسألة تتعلق بتزييف واسع لإرادات الناخبين، بتزييف واسع لطموحات الشعب، بالاعتداء المباشر على المستقبل، مستقبل العراق ومستقبل شعبه، والأمر يتعلق أيضا بتغليب فئة وطائفة أو جزء من الشعب، الجزء الأسوأ بالحقيقة على الناس، من خلال استخدام كل الحيل والأساليب المخادعة للوصول إلى السلطة وكسب الأصوات بطريقة التزييف أو التزوير، كلاهما معا، وبالتالي الوصول إلى الحكم. أنا لا أعتقد طبعا، بالتأكيد أنا متأكد أن قصة الديمقراطية في العراق هي كذبة كبيرة بدأت منذ عام 2003 وما زالت مستمرة. دكتور لقاء، أليس من حق العراقيين بكل مكوناتهم المطالبة بحقوقهم للعيش بكرامة والتمتع بكل ما يتمتع به الإنسان في العالم؟ لماذا حكومات المنطقة الخضراء يعني من خلال ممارساتها تتعمد أن تتعامل مع العراقيين كمكونات؟ وشوف، أولاً قصة المكونات هذه اخترعها أو أوجدها الأمريكيون بدعوة يعني إعطاء الأقليات حقوق والمظلومين أو المظلومية من النظام السابق. هذا طبعا هذه جزء من الأضاليل اللي يعني سادت في تلك الفترة. النظام اللي إجا بعد الاحتلال أو الذي جاء به الاحتلال بالحقيقة وكرس من خلال مجلس الحكم وصولا إلى الحكومات المتعاقبة، هذه الحكومات بالتأكيد اعتمدت نفس المنهج، بل وجدت فيه مصلحتها الحقيقية. هي دفعت إلى الولايات المتحدة، لم تعمل من فراغ، هذا كان موجود باتفاقيات سابقة على الغزو، اتفاقيات سبقت في مؤتمر واش يعني عفوا لندن، وحتى من التسعينات يعني منذ بدء عمل المعارضة العراقية بالتعاون مع إدارة كلينتون وقانون تحرير العراق في عام 98، وبالتالي كان هناك تواصل دائم من أجل تطييف العراق، يعني جعله عبارة عن طوائف وأعراق. لذلك كان الهاجس الكبير أو الدائم لهم هو أن العراق مكون من ثلاث أجزاء أساسية، السنة والشيعة والأكراد، وبالتالي هذا الموضوع بعد ما اجى الغزو اعتمدوه بشكل رسمي وبسياق واحد، ودلاله تشكيل مجلس الحكم كان تعبير عن سياسه الطوائف والتطييف والاعراق في العراق. طبعا استلموه هؤلاء الحكومات الاخرى اللاحقه للاحتلال، وكان كما اشرت بالنسبه لهم يمثل مصالحهم، لانه الطائفيه تعتبر وحتى العرقيه تعتبر رافعه كبيره للناقصي المواهب والمتهمين بالفساد من أجل الوصول إلى السلطة. دائما عمليات الانتخابية تعتمد على يعني مكونات عاطفية، على ثيمات عاطفية، وليس هناك أكثر عاطفية من الدين والعمل والكلام عن الطائفية وإلى آخره، واستدعاء الطائفية واستدعاء عداوة الآخر إليك، الطائفة الأخرى، وبالتالي جعل الطائفة الأخرى مهدد دائم كي يتشبثوا بك هؤلاء جماعتك من اجل رفعك الى السلطه بهلالين للدفاع عنهم. وبالتالي هذا طبعا استخدموه الجميع، سواء السنه او الشيعه والاكراد ايضا في مناطقهم، وبالتالي
تكرست الطائفية على الصعيد. أرحب بدكتور أحمد كسار الباحث العراقي، ينضم معنا عبر الهاتف من الدوحة. دكتور أحمد مرحبا بك. مرحبا وأهلا بك وبمشاهديك. أهلا بك دكتور أحمد. الدكتور لقاء تحدث عن أن الطائفية والفساد يعني وحتى صناعة الأعداء من الداخل أبرز الأدوات التي استخدمت للوصول في إلى هذه المرحلة أو لتحقيق هذه المرحلة التي وصل إليها العراق. يعني من وجهة نظرك يعني إدارة الأزمات، يعني هل هناك جهات من وجهة نظرك يعني تقوم بإدارة الأزمات في العراق؟ هل هناك جهات دولية، جهات إقليمية؟ من المستفيد مما يجري الآن في العراق؟ بالفعل مثل ما تفضلت وتفضل الدكتور لقاء، وهو أن هناك يعني أجندة أو جهات خارجية خارج طبعا النسيج العراقي، خارج الإرادة العراقية، تحرك هذه الأوراق. ولو لم يكن يعني في العراق شيعة وسنة وعرب وأكراد وكذا لحركوا يعني أوراق أقل أهمية. الأحزاب ممكن تحرك، العشائر تحرك، كما رأينا في دول يعني عربية كيف حركت الأوراق من أجل إثارة الفتن والخلافات بين الشعوب الواحدة أو الشعب الواحد، كما في ليبيا مثلا، كما في مصر، كما يعني مصر ليس فيها سنة وشيعة مثلا كطوائف، وإنما حرك الموضوع لإثارة فتن في تلك. فالأكيد أن الأجندة خارجية، وأنه يراد لهذا الشعب أن ينزلق وراء هذه المحركات الجديدة على 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 نسيجه الاجتماعي والطارئة على تعايشه منذ الأزل. ولذلك نجد أن موضوع الكرد في هذه الأيام هو استكمال للمسلسل الذي دار على كل العراق، وها هو اليوم يصل إلى كردستان أو شمال العراق لكي يوقع هذه الشريحة هي الأخرى بما وقع بها وسط وجنوب العراق. أستاذ شاهو، لماذا فشلت حكومات المنطقة الخضراء في بناء أسس ديمقراطية موحدة للتعبير عن حرية الرأي؟ في الحقيقة هناك عدة أسباب لهذا الأمر. أولا هذا في العراق هناك عدة مكونات، ولكن السلطة تم تركيزها في يد مكون واحد، وباقي المناصب الفرعية يتم التنافس عليها من قبل باقي الأحزاب، وبالتالي هذه الطائفة أو هذا الجزء من الطائفة التي لديها توجه معين للحكم هو الذي يحكم دون مراعاة وجود المكونات والطوائف داخل هذا المجتمع. في كل دولة لا يتم مشاركة الجميع بشكل متساوي وعادل في الحكم، يتم خلق مشاكل وفوضى مستمرة مستقبلية. بالعراق كان هناك نفس الشيء. نحن رأينا أن طريقة الحكم كانت طريقة غير عادلة، وكان هناك احتكار للسلطة، احتكار لمقومات الدولة، احتكار حتى للموارد الرئيسية تم نهب الثروات، وأي شخص يعارض هذه العمليات الممنهجة لنهب هذه الدولة وبناء أسس الطغيان والفساد في هذه الدولة كان يتم اتهامه بأنه من أعوان النظام السابق، أو أنه إرهابي، أو أنه خائن، أو أنه عميل لدولة خارجية، وبالتالي تم مقاومة كل صوت عقلاني حتى داخل الحكومة وداخل المنظومة السياسية. كان هناك أصوات عاقلة تدعو إلى مشاركة الجميع، تدعو إلى العدالة في الحكم، ولكن تم رد على هذه الدعوات بشكل عنيف وبشكل نحن رأينا. نتذكر أن الدعوات التي خرجت والاعتصامات التي خرجت في المدن السنية كانت المطالب هي مطالب رئيسية وبدائية لكل مواطن، وهو إطلاق سراح المعتقلين الذين بقوا في السجون بدون محاكمة وتحسين أوضاع المعيشية للناس. نحن نتذكر أن الرئيس السابق، رئيس الحكومة السابق نور المالكي، قال أن المظاهرات مجرد فقاعة وسوف تنتهي، بدل أن يستجيب لمطالب المظاهرات ويصلح ما أفسده خلال فترة حكمه. قاوم هذه المطالب وقام بإحراق أماكن المتظاهرين ودفعهم لحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم. عندما ترى أن منظومة الدولة بالكامل تحارب المواطن المسكين الذي يريد أبسط حقوقه، تدرك أن هذه الدولة فشلت في بناء الديمقراطية أو بناء الأسس الحقيقية لحرية التعبير. وهذا الأمر مستمر إلى الآن.
هذه الحكومة فشلت في التعامل بشكل متساوي وعادل مع مكونات العراق بشكل كامل، لأننا رأي إذا تذكرنا الاعتصامات في الساحات السنية وبعدها تظاهرات التيار الصدري وبعدها الآن المظاهرات في كردستان العراق، نرى أن تعامل الحكومات العراقية يتم التعامل بانتقائية وبازدواجية مع هذه الأحداث، ولا يكون هناك الاعتماد على مبدأ العدل والتساوي في التعامل معها، بل يتم استغلال بعضها ويتم دعم بعضها الآخر، والحكومة أصلا تخشى من الحراك الشعبي الذي يقوده مجاميع مسلحة من خوفا من انتقام هذه المجاميع من الحكومة، وبالتالي هذه الحكومة ليست حكومة قوية قادرة على بسط العدل والمساواة داخل المجتمع، وفشلت إلى الآن في تنفيذ هذه الشعارات التي طبقتها التي تريد أن تطبقها، لكنها فشلت فيها وفشلت في الامتحان، ولا تستطيع أن تطبق هذا ما دامت هي تسير على هذه السياسة حتى الآن. دكتور لقاء مكي، يعني البعض يقول بأن حتى الأنظمة الشمولية كانت تمتاز بأنها فترة حكمها يعني فترة بناء للبناء التحتية والبناء البشرية هذه الأنظمة الشمولية، ولكن إذا كانت حسب وصف الأستاذ شاهو حكومات المنطقة الخضراء حكومات ضعيفة، لماذا إذن يعني فقط يعني لم يجني العراق من هذه الحكومات إلا الدمار والخراب في جميع النواحي؟ يعني هل هناك أطراف ستجني ثمار ما حصل في العراق من دمار؟ أنا الحقيقة لم أسمع السؤال بشكل جيد، يعني أعيد عليك السؤال دكتور. نعم صوت ضعيف. نعم أعيد عليك السؤال، يعني دكتور البعض يقول بأنه حتى الأنظمة الشمولية يعني تمتاز فترة حكمها بالبناء وبالإعمار وبالإنجازات على جميع الصعد، هذه هي الأنظمة الدكتاتورية. لماذا حكومات المنطقة الخضراء التي توصف بالضعيفة لم يجني منها العراق غير الخراب والدمار؟ المكاسب التي ستحصل، أو مثلا الثمار من سيجنيها؟ من المستفيد مما يجري في العراق من دمار؟ نعم شكرا. هو حقيقة خلينا نكون واضحين، الأنظمة الشمولية أو غير شمولية بغض النظر ربما بغض النظر عن طريقة الحكم، لكن هناك هاجس وطني محلي لإدارة الدولة، يعني هناك دولة في النهاية، هناك دولة بغض النظر عن طريقة الإدارة. في حالة العراق هناك كانت من البداية رغبة في تغيير الدولة، إعادة بناء أو تشكيل الدولة، إعادة تشكيل الدولة وليس بناء. أنا أتكلم هنا عن المؤسسات، عن شكل الدولة. النظام الجديد، والأمريكان طبعا كانوا هم البداية والنظام استمر فيه، يعني كان محاولة لإعادة تشكيل الدولة، يعني حل الجيش مثلا العراقي، تغيير الهيكل الإداري كله، فصل جميع الموظفين بالدرجات العالية وهي يعني تمثل بيروقراطية الدولة العراقية منذ تأسيسها. هذا كان محاولة مقصودة وهم غلوها، قالوا احنا أردنا تبديل الدولة، يعني تهديمها وإعادة بنائها من جديد مثل ما نحتاج، مثل ما نريد. هذا هو اللي حصل، تم تهديم الدولة لكن لم يتمكنوا من إعادة بنائها من جديد باختصار شديد، لا الأمريكان ولا الحكومات اللي جاءت بعد. القصة تتعلق بفشل في إدارة الدولة التي تم تهديمها. هم ما بفهموا السياق التاريخي للدول، لا يمكن أن يحصل بهذه الطريقة. يعني أنت عملية تهديم الدولة لا تتم أبداً بمثل هذه الطريقة، أن تهدم كل المرتكزات وبعدين تطلب إعادة بناء. طيب كيف تبنيها وهي أصبحت بدون مرتكزات؟ الجهاز البيروقراطي أو الإداري للدولة كان يجب عدم التلاعب به أبدا، كان يجب الإبقاء عليه من أجل إدامة العمل للمؤسسات وخدمة المواطن، لأن هذه دولة بالنهاية أنت ما لك علاقة بنظام الحكم، لكن هم حتى هذا تصرفوا به بدعوى اشتتات البعث أو أي شيء آخر. والجيش العراقي نفس الشيء، تم تهديمه بالكامل وبناء جيش طائفي، وكان من نتائج الجيش الطائفي هذا مثلا احتلال الموصل على سبيل المثال. وكل التحقيقات والمجريات تتحدث عن جيش لماذا القول؟ على حماية. دكتور لقاء إذا سمحت لي، لماذا القول أنهم لم يتمكنوا من إعادة بناء الدولة من جديد إذا كان ما يقومون به
من إعادة أو هدم الدولة وحل الجيش وإعادة أو تحطيم الهيكل الإداري والعناصر الفعالة، لماذا لا نقول إنها عمليات ممنهجة، يعني تم التدبير لها مسبقا؟ هو شوف يعني الآن الاحتلال تركيا، بس هو القصة أنت مو تريد حتى الاحتلال الأمريكي، ما كان هدفه أنه يدمر العراق ويقولهم مع السلامة ويطلع، لا ما كان هذا هو الهدف. الهدف أن يبنى العراق مثل ما هم يردون بالطريقة اللي هم يريدوها، أولا يكون العراق موالي لإسرائيل، هذه أولا. ثانيا أن يكون العراق موالي للولايات المتحدة ومصالح أمريكا وقواعد عسكرية والنفط العراقي لأمريكا. ثالثا أن يكون العراق له علاقة بالأمة العربية، ولا أن يكون زعيم أو قائد الإقليم العربي، أن ما يكون العراق لا يتحمل هذا الدور ولا يقوم به، أن يكون العراق جزء من المعسكر الأمريكي، لأن العراق بلد مهم لا يمكن للأمريكان ولا غيرهم يفرطون به، حتى لو بقى قاع صفصفا أرض خراب لكن هو أرض مهمة. يعني بالنهاية جغرافية العراق يتحدد أهميته بغض النظر عن المظالم اللي فوقه. البشر اللي بي هم بشر مهمين وأذكياء وقادرين ومتعلمين ومنتجين، وبالتالي لا يمكن بتهديم البنى التحتية أو حتى تهديم الكيان الاجتماعي أنه تنهي موقع العراق كبلد أساسي في المنطقة. هذه من ناحية. من ناحية ثانية هم شافوا الأمريكان حتى كيف أنه تهديم العراق أو تهديم الدولة العراقية تسببت في إرباك شديد في الإقليم، تسيد إيران مثلا وطغيان إيران في المنطقة وحصولها على مراكز نفوذ، حتى لو كان الأمريكان ما عندهم اعتراض شديد عليها لكن بالنهاية بدأت تهدد حتى مراكز نفوذ الأمريكي نفسه، وبالتالي أصبح إيران مشكلة لأمريكا وإن لم تكن خصم أو عدو، لكن هي مشكلة يحاولون تحديدها وليس تدميرها، تحديدها بحط بحدود معينة حتى يصير تفاهم بينهم. القصد أن العراق كان يراد له البناء بالطريقة التي تناسبهم، والحكومات اللي جت بعدهم حكومات الراهن هي بالتأكيد تريد أن يكون هناك بلد وتحكمه بشكل جيد، هذا بالتأكيد، لكن بلد على ما يريدون. وحتى أكون واضح أكثر، هم يريدون بلد طائفي، بلد يحكم طائفة معينة، والباقيين العراقيون الباقون المتبقون الآخرون، خلينا نقول بهذا الشكل، الآخرون هم يجب أن لا يكون لهم صوت. هذا كان هو الهدف، وهم بالحقيقة عبروا عنه بأكثر من شكل، نور المالكي وعبد العزيز الحكيم وغيرهم من قادة التحرك اللي جاء بعد الاحتلال كانوا واضحين في تعبيرهم عن هذا الهدف من البداية، وإن كان في المراحل اللاحقة حاولوا يضغطون عليه وما تكلموا بمرة ثانية، لكن هذا هدف واضح أن يكون العراق تابع لإيران، وإن بدأ مستقل ولكنه طائفيا وعقائديا تابع لإيران. الحشد الشعبي، الحشد الشعبي من البداية قالوا إحنا أسسنا جيش عقائدي. شنو يعني جيش عقائدي؟ يعني جيش طائفي عقائدي. شنو نوع العقيدة اللي عنده؟ عقيدة طائفية دينية ذات مذهب طائفي محدد وواضح ومباشر لحماية الكيان السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد، ولحماية الإنجازات المحددة في بناء دولة طائفية. هذا كان هدف الحشد الشعبي اللي بني على غرار الحرس الثوري، نفس الآلية اللي استخدمتها الجمهورية الإيرانية بعد مجيء خميني، الآن أو يراد للعراق أن يبدا بنفس الطريقة. طبعا العراق ليس إيران، العراق إقليم، والعراق بلد عربي، والعراقيين ليسوا إيرانيين. يعني هذه مسألة مهمة، هم حقيقة ما ربما ما اهتموا بهذه المتغيرات، ولذلك هناك عقبات شديدة أمام هذا المشروع، لذلك المشروع يفشل، لذلك تستمر المقاومة. يعني هناك تحدي، أنت تعتقد أن الدولة لم تبنى صحيح لكن كما يردوها هم، لأنه ببساطة هناك تحديات أمامهم، هناك موانع شديدة، لأنه الشعب العراقي لا يرضى أن يكون هناك نظام طائفي أو دولة طائفية محددة، وهذه التحديات هي اللي تبقيهم دائما في إطار الخوف وفي إطار الخراب. هذا مو معناه أن احنا نستسلم في سبيل أو الشعب يستسلم للإرادة الطائفية حتى تبنى الدولة، اللي راح تبنى خطأ وراح تبنى بشكل متعسف. طيب. وأكثر من نصف الشعب راح يتحمل المصائب بسببه. في هذه النقطة إذا سمحت لي دكتور اللقاء سأعود إليك مرة أخرى، أستاذ أحمد، دكتور أحمد كسار، يعني إبقاء العراق في إطار الخوف والخراب من خلال قتل حرية التعبير والكلمة الحرة، يعني إلى أي مدى ترى أن الاستراتيجية الأمريكية في العراق قد حققت مآربها، كذلك بالتعاون مع إيران مثل ما تحدث الدكتور لقاء؟
طبعا الوضع العراقي منذ 2003 إلى اليوم يعيش في تخبط. الأجندة المرسومة قبل الاحتلال تغيرت على أرض الواقع، والتغييرات بدأت بالمقاومة وانتهت بالاحتجاجات الشعبية، فكل ما رسم لم يبقى على ما خطط له. فبالتالي نجد أن العشوائية في القرارات والأمور التي تتخذ بشأن العراقي والقرار العراقي هي قرارات على أرض الواقع ما تتطلبه المراحل. فحتى على مستوى الدستور الذي وضعوه لأنفسهم وراعوا فيه مصالحهم، الآن على الدستور يختلف الإقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد، على نصوص الدستور الذي خط بأيديهم بالاتفاق والتوافق على ما وصلوا إليه من أمور رأوا أن فيها مصالح البلد. لذلك الحرية والديمقراطية المزعومتان التي فرضت على العراقيين وليس باختيارهم بهذه الصورة، وإلا كل واحد يريد الحرية وكل واحد يسعى إلى أن يرى الديمقراطية الحق تطبق كما هي وليس لا تطبق بالسلطة والدم والغطرسة. فلذلك نجد أن ما خطط للعراق لم ينفذ منه شيء. اسكن لي مشروع يفتخر به العراق منذ 2003 إلى اليوم. الوضع العراقي الحالي مزري وكل يوم هو أسوأ من الآخر. هذه كردستان التي كانت كما يسمونها دبي العراق، الآن الكهرباء فيها مثل 4 ساعات ومناطق لا يوجد فيها أصلا، سوء الخدمات، لا يوجد وقود، الرواتب، كذا. فهذه كل الأمور لم يسلم بلد. الجنوب ليس فيه ماء صالح للشرب، بغداد ليست في أحسن من باقي المحافظات. فلذلك نجد أن الأزمات في العراق متفاقمة على كل الأوجه، فلا يوجد لا توجد فقرة من فقرات العيش السليم أو العيش الحق الإنساني تجده متوافرا في هذا البلد. فما جاءت به الأمريكا وما نفذته من أجندة حكومات الاحتلال المتعاقبة إلى اليوم نجد أن حقيقة لم يتحمل الأذى والأسى إلا المواطن، وإنما الأحزاب والسياسيون كلهم يعني عايشين عيشتهم وماشين في حياتهم، ولكن الأزمات يتحملها المواطن على كافة الأصعدة. ولذلك يحق لهذا المواطن أن يحتج، سواء كان في جنوب العراق أو في وسطه المحافظات المنتفضة أو اليوم الاحتجاجات في كردستان، كلها تطالب بمطالب يعني حق العيش الكريم للإنسان العراقي بعد هذه الأزمات التي عاناها من قتل وتشريد وتجويع وتجهيل وتمريض وإلى آخر الأزمات التي يمر بها المواطن العراقي. فضلا عن الأزمات التي دخلنا بها ولم نخرج منها بعد، مثل الحرب على داعش التي كان فيها استنزاف مالي وبشري للعراقيين وكشف عوار وعيوب الفساد الإداري والمالي والحكومي، هذا ما أوصلتنا إليه حقيقة العملية. الآن العراق هو عراق للأسف يعني مديون تحت طائلة الدين، وكذلك عراق يعاني من الحروب ويعاني أيضا من تدمير جميع البنى فيه وغارق في الأزمات. ولكن يعني السؤال هنا يعني لماذا يتم قمع أي ومضة تخرج للمطالبة بالحقوق ولتغيير هذا السلوك السياسي لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة؟ مشاهدينا كان فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على أسباب ازدواجية تعامل حكومات المنطقة الخضراء المتعاقبة مع التظاهرات في العراق. بالعودة إليكم أستاذ شاغو، حكومة العبادي وحكومة المالكي، هل ترى ثمة فرقا
بينهما في التعاطي مع تظاهرات العراقيين؟ لا أعتقد أن هناك فرقا جوهريا بين الحكومتين إلا في بعض الأمور الشكلية. نحن إذا جلبنا مثال بسيط، المظاهرات الآن في كردستان العراق تم تأجيجها من قبل الحكومة العراقية، حكومة العبادي. لماذا؟ تم تأجيل أو رفض أي مفاوضات مع حكومة الإقليم، وتم حملة إعلامية لتأجيج الشارع الكردي ضد هذه الحكومة. حكومة العبادي أصبحت هي التي تروج وهي التي تدعو لمظاهرات شعبية، بينما إذا نفس المظاهرات حصلت في مناطق سنية يتم التصدي لها بالقوة والعنف وبشكل اتهام المتظاهرين بأنهم إرهابيين. هذه السياسة، يعني نرى اليوم أن العبادي يظهر نفسه كمظهر البطل وكمظهر المدافع عن حقوق المواطنين، رغم أنه هو الذي لا يسمح بصرف رواتب الموظفين في كردستان العراق، هو مشارك في هذه الأزمة. نوري المالكي قطع الميزانية، العبادي مستمر في قطع الميزانية ويرفض إرسال هذه الميزانية، هذا يعني أن الشخصان وجهان لعملة واحدة. مسألة أخرى، نوري المالكي شكل قيادة قوات دجلة لمحاربة إقليم كردستان العراق، العبادي نفذ هذه العمل وقام بارتكاب المجازر في طوس خرمات بحق المواطنين الأكراد وفي كركوك، وأيضا ممارسات طائفية في خانقين. هذا يدل على أنه لا يوجد فرق جوهري بين تعامل الاثنين مع هذا الوضع، رغم أن شعارات العبادي كانت كانت تطالب حكومة الإقليم بتحسين معيشة المواطنين، ولكنها يبدو أنها نست أنها هي التي تساهم في إرباك الشارع الكردي وتساهم في إدامة أو استمرارية هذه المشاكل داخل الشارع الكردي عن طريق الحظر الجوي على إقليم كردستان العراق، عن طريق محاصرة كردستان العراق، تجويع هذا الشعب، تجويع الموظفين، وبالتالي لا نرى فرق جوهري بين الحكومتين. البعض انخدع بشعارات العبادي وخاصة داخل الشارع الكردي، واعتبر أن قد يكون هناك أمل بالحكومة العراقية، وبدأوا يرفعون شعارات ارحل للحكومة إقليم كردستان العراق ويريدون النجدة من حكومة العبادي، ولكن الآن اكتشفوا أن هذه الحكومة العبادي، حكومة العبادي، لا فرق بينها وبين حكومة المالكي في سياساتها وخاصة الطائفية، إلا أنها تقوم بتجميل العملية من الخارج، ولكن تصرفاتها على أرض الواقع هي نفس التصرفات الطائفية والتي مستمرة إلى الآن ولم تتغير شيئا، يعني لم تتغير بشكل جوهري حتى نعلق الآمال عليها. جميعنا نتذكر عندما جاء العبادي اتفائل المواطنون برؤية تغيير جوهري، ولكن إلى الآن نفس السياسات الطائفية الممنهجة تطبق على باقي الطوائف. وحتى عندما كنا نقول أن هناك تحالف شيعي كردي، رأينا أن هذا التحالف أيضا انتهى، لأنها لم تكن مبنيا على مصالح المواطنين، لم تكن مبنيا على أسس قوية مشتركة، بل كانت مبنية على مصالح. مجرد انتهاء المصالح انتهى هذا التحالف، ولكن الآن أصبح المثل الذي يقول إنهم قالوا وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن لثعلب دينا. هذا ما أدركه الشعب الكردي الآن، وخاصة عندما اعتقد خاطئا أن قد يمكن تعلق العمل على الحكومة الحالية، حكومة العبادي، ولكنه أدرك أن دعوات العبادي للمتظاهرين بالتظاهر ودعمهم ليس لتحقيق المطالب وليس لتحقيق الحقوق والحريات في كردستان، بل هي لتأجيج الشارع الكردي وإدخال الانقسامات وأيضا إدخال الفوضى داخل كردستان. وإنما لو كان الشعارات العبادي للمتظاهرين شعارات حقيقية لكان يوجه هذا الطلب لكل مكونات الشعب العراقي وكل الطوائف، يوجه الطلب للتظاهر والدفاع عن الحقوق البدائية المشروعة لكل مواطن، ولكنه الآن يركز على الأكراد ويطالب بحمايتهم وقد يتدخل لحمايتهم. ولماذا لم يتدخل لحماية المدنيين في الموصل؟ لماذا لم يتدخل والآن المنظمات الدولية تثبت أن 11 ألف مدني قد قضوا بسبب تعامل الحكومة العراقية والتحالف وقصف المدنيين؟ 11 ألف مدني قتلوا في الموصل، استشهدوا في موصل برعاية وبإشراف الحكومة العراقية التي كانت تدافع عن هذه العمليات ضد المواطنين
بينما الآن في كردستان تدعي أنها أصبحت مدافعة عن حقوق المواطنين. هذا يعني أن هناك ازدواجية مستمرة إلى الآن من قبل الحكومة العراقية، إلى الآن لم تتغير، ولا يمكن أن نعلق عليها آمالا حقيقية، لأن تصرفاتها حتى الصائبة هي بغرض سياسية أو لأغراض انتخابية. نحن نقترب من موعد الانتخابات، وبالتالي قد تتخذ مواقف نحن قد نعتبرها أو قد نشعر أنها مواقف إنسانية ومواقف تدعم المواطن العراقي، ولكن الغرض الرئيسي هو إما منافسات حزبية أو غرض انتخاباتي أو ضرب المقابل أو المنافس له. دكتور لقاء مكي، مراقبون يقولون أن الاضطرابات الأمنية التي يمر بها كردستان ستفتح الطريق أمام إيران لبسط نفوذها وسيطرتها على كردستان عبر ميليشيات الحشد. يعني ازدواجية التعاطي مع التظاهرات في العراق، إلى أي مدى ترى دكتور لقاء أنها ستؤدي بالتالي إلى إفساح المجال لنفوذ أوسع وأكبر لإيران في كردستان؟ نعم، وبالحقيقة إيران كانت حاضرة في الأزمة، في أزمة كردستان منذ يوم الأول، منذ ما قبل الاستفتاء في سبتمبر أيلول الماضي، وما زال هذا الحضور والتدخل قائم حتى يومنا هذا. إيران لديها مشكلة في أربيل مع حكومة أربيل تحديدا، وهذه المشكلة لم تحل لا سيما مع السيد مسعود البرزاني. إيران لا تريد البرزاني أن يستمر في الحكم، هذا كان قرارها، ولا تريد لعائلة البرزاني كلها أن تكون موجودة في السلطة، وهذا قرار إيراني. ولذلك نرى أن الحكومة العراقية في الحقيقة تتماهى مع هذا الموقف الإيراني برفض أي نوع من أنواع الحوار مع حكومة إقليم كردستان، بالرغم من تغير يعني السياق المحلي، السياق السياسي في كردستان، انتهاء موضوع الاستفتاء وخلاص يعني فشل وانتهى الموضوع، واسترداد الحكومة العراقية وسيطرتها على معظم الأراضي اللي خارج الإقليم أو ما يسمى بالمتنازع عليها، سواء كركوك أو المناطق في ديالة وفي نينوى وفي صلاح الدين. هذه رغم كل هذا ما زالت الحكومة لا تريد التحاور مع حكومة كردستان، وفي ظني أن الأمر يتعلق بمحاولة لاستبدال هذه الحكومة. ونحن الآن وجدنا بعد استقالة وزراء في حكومة كردستان من حركة التغيير والجماعة الإسلامية واستقالة رئيس البرلمان، هي محاولة أيضا لمناغمة الموقف الإيراني اللي يحاول إسقاط الحكومة في أربيل، إسقاط حكومة كردستان وتشكيل حكومة جديدة على الهوى الإيراني، لأنه نعرف أن مسعود البرزاني كان بعيد عن إيران وقريب من تركيا، وطالما حقيقة كان لديه مواقف شديدة ومتشددة من الحضور الإيراني بشكل عام. لذلك إيران في الحقيقة كانت موجودة على الدوام في الأزمة الكردستانية، وكانت تغذي هذه الأزمة، وعلى الأقل تحاول أن لا تحلها بالطريقة الوطنية الصحيحة، الطريقة التي تلامس حاجات المواطن الكردستاني، سواء كان يعني الكردستاني حال المواطن في ميسان، لكن أنه أنت تمنع عن الرواتب منذ زمن المالكي، هذه مسألة يعني حقيقة فيها تنكيل، وكان فيها يعني إيذاء متعمد، وأيضا تشجيع الحركات الانفصالية على اعتبار شوف هذه حكومة بغداد تمنع عنا حتى مصادر أرزاقنا. طيب أنت مشكلتك مع حكومة كردستان، طيب الموظف إيش علاقته؟ الموظفين العاديين اللي هم جزء من موظفي الدولة، بالتالي كان عملية انتقامية سيئة، وهذا لم يحصل أبدا في تاريخ العراق، حتى حينما كانت كردستان منفصلة رسميا وعمليا عن الحكومة العراقية كما نعرف في منذ عام 91، لكن كردستان كان يصلها كل شهر البطاقة التموينية كاملة وبدون نقص لكل مواطن كردي أو مقيم في كردستان، وتصلها المناهج التعليمية وكتب مجانية التعليم والقرطاسية، لأنه طلابها هم عراقيين والناس اللي فيها عراقيين. وهذه مسألة يعني ليست منا من أحد، لم يكن النظام السابق مثلا يعني صاحب منا على الأكراد لأنه كان يوزع لهم بطاقة تموينية، لا، هذا واجبه ورغما عنه، لأنه هذه هم أبناء العراق، وبالتالي يجب أن يكون هناك مساواة حقوق المواطنة. على أي حال، هذا للأسف ما زال قائم، هناك انتقام،
وربما يعني محاولة للإذلال الإرغام بشكل وبالتالي دكتور لقاء يعني هل تتوقع أن يبقى العراق هكذا ممزقا ومديونا وغارقا في الأزمات إذا كانت حكومة العبادي هي مكملة لممارسات حكومة المالكي؟ أنا أعتقد لا، الأمر مختلف. العبادي يعني ربما لديه ممارسات ما زالت هي امتداد للمالكي، لكن لا يمكن القول أنه هو امتداد للمالكي. مختلف، هناك الحضور الأمريكي الآن، هناك سجال على الأرض بين أمريكا وإيران بالنسبة للعراق، وهذا قد يكون مخفي الآن أو غير بارز، ولكنه موجود وقد يظهر إلى السطح في يوم من الأيام قريبا بشكل واضح. الآن إحنا قبل الانتخابات أو خلال هذه الأشهر المقبلة إلى الانتخابات تحصل أمور كثيرة، وهذه الأمور ستغير الحقيقة الكثير من هذه القناعات، لأنه صدام حتمي بين الأطراف الشيعية فيما بينها والسنية فيما بينها. هناك تنافس شديد على السلطة وصراع سلطة حقيقي بين لأنه هناك مناطق محسومة للسنة ومناطق محسومة للشيعة، وبالتالي الشيعة فيما بينهم والسنة فيما بينهم، وبعدين هم كلهم راح يصارعون مع بعض في سبيل نيل السلطة. وهناك محاولة لإسقاط العبادي من خلال الحشد وإيران، إسقاطه والإيتاء بحكومة جديدة. ولذلك هناك كان المالكي لديه رأي قدم لرئاسة الجمهورية بحل الحكومة وإبقاء البرلمان في حال تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة لإعداد انتخابات جديدة أو مقبلة، أو على الأقل إجراء انتخابات في المناطق الشيعية دون السنية، وأيضا تغيير الحكومة بحكومة أخرى في سبيل التخلص من العبادي. دكتور أحمد كسار، كيف تنظر إلى مستقبل العراق في ظل ما يجري؟ المشكلة الآن في العراق أن جميع المحافظات من شماله إلى جنوبه بدأت تعاني نفس المعاناة، فحتى المناطق المحررة بين قوسين تعاني اليوم سوء الأحوال المعيشية والتردي في الخدمات، والناس يعني على مستوى المناطق المحررة مثلا الناس ناقمون على المسؤولين في الحكومة المركزية والحكومية. في شمال العراق إذا توجهنا نجد أعمال عنف تشهدها المنطقة من إحراق مقرات أحزاب، صدامات مع قوات الأمن، حملات اعتقالات لمئات، مواجهات يعني مسلحة، أيضا معاناة الكرد تشترك مع اليوم وتضاف إلى معاناة الشعب العراقي. بغداد أيضا تشهد، هي الأخرى والمحافظات الأخرى تشهد من والبصرة مثلا والجنوب تحديدا، انتشار الميليشيات والانفلات الأمني والإصابات، تجارة السلاح. هذا الوضع المزري وما يصاحبه من خطف وسلب والنهب وتجول لسيارات بدون أرقام، انتشار مخدرات على مستوى الأنقاض في الشوارع، يعني أجل الله أعمال بيئية لم تقم بها الحكومة. نعم، وضحت الصورة دكتور أحمد كسار الباحث العراقي. أستاذ شاهو، أخيرا في أقل من دقيقة لو سمحت، كيف تنظر إلى مستقبل العراق في ظل ما يجري وفي ظل ازدواجية التعامل مع التظاهرات في العراق؟ في الحقيقة في ظل هذه السياسات التي نعتبرها إلى الآن طائفية والتي لم تسمح بنهوض في جزء من أجزاء العراق وهي كردستان العراق، وفرضت عليها حصار وتريد الإنهاء هذه الإقليم وانتهاء من صلاحياتها الموجودة وبسط السيطرة الاستبدادية الميليشياوية على كافة العراق، نرى أن المستقبل ليس مشرقا وأن السياسات الطائفية لازالت مستمرة ويتم ضرب أو إخضاع كل من يريد تغيير هذه السياسات للأفضل، وبالتالي هذه الأخطاء ما دامت تتكرر فإن نفس النتائج سوف تتكرر ولا نشهد تغييرا ملموسا على المستقبل في العراق. في الختام أشكر ضيوفي الكرام السيد شاهو قرداغي الباحث والمحلل السياسي، شكرا لك أستاذ، وأشكر لك شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور لقاء مكي الأكاديمي والإعلامي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، وشكرا لك أيضا دكتور أحمد كسار الباحث العراقي. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.